النصف الآخر للجائزة لمؤسسة متميزة لها إنجازات على المستوى المؤسسي ولها تجربة رائدة في تكوين أول إدارة لرياضة المرأة وأول ميدان رماية للسيدات، تقدم خدمات متنوعة وجليلة وتعتبر أول نادي نسائي في الدولة، المؤسسة الفائزة بجائزة المؤسسة المحلية الأولى نادي سيدات الشارقة السيدة ندى عسكر مديرة إدارة الرياضة. قام بابتكار علمي جديد لرياضة جماعية تعتمد على النظر والتركيز والذكاء، تسمى كرة العين، وتمارس اللعبة بين فريقين يتكون كل منهما من 8 لاعبين، وتعتمد على 4 ألوان هي الأحمر الأخضر الأصفر الأزرق، وتعتمد اللعبة على السرعة في أخذ وإرجاع الكرة والفوز في المباراة للفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط مع أقل عدد ممكن من الأخطاء. الفائز بالجائزة في فئة ابتكار ساهم في تطوير الرياضة محمد سعيد حمان من المملكة المغربية الشقيقة. مكون من الدكتور إسماعيل حامد رحمه الله ودكتور وجيه ندى ودكتور عبد العزيز غنيم من إعداد مشروع رياضي متميز تمثل في وضع نموذج تطبيقي للتخطيط الأولمبي يعتمد الأسلوب العلمي الذي أثبت كفاءته على أرض الواقع بتحقيق 3 ميداليات أولمبية في الملاكمة، وذلك بإعداد خطة متكاملة الجوانب للاتحادات الأولمبية من عام 2008 وحتى عام 2012، يتيح من خلالها تحقيق نتائج عظمى في دورة الألعاب الأولمبية في لندن في عام 2012. الفائز بجائزة مشروع ناجح أسهم في إثراء الحركة الرياضية فريق الدكتور إسماعيل حامد يرحمه الله ويتفضل.